تعد شيمانشو من بين أكبر التيك توكرز العرب، فحسابها بيتابعه أكثر من 6 مليون متابع، وفيديوهاتها تتخطى ملايين المشاهدات، فحسابها صعد بالمرتبة السابعة من بين العشرة تيك توكرز المشهورين بكندا، فألف مبروك لشيمان. أما شادن فعم بتحضر لأغنية وفيديو كليب جديد رح تكون من إخراج اليوتيوبر أحمد الكيالي، حيث صرحت أنها رح تحكي قصة حياتها بالأغنية وكيف سقطت ورجعت وقفت من جديد وكيف حاربت بحياتها. كم نسبة حماسكم لأغنية شادن؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. أما إيمو فشارك فيديو بعنوان سبب اعتزالي النهاية، واللي كان عبارة عن مقلب بمتابعينه بأنه رح يترك السوشيال ميديا نهائيا، ولكن اللي لفت نظر الجمهور ليس فقط المقلب بل اللوحة اللي كانت خلف إيمو بالفيديو، حيث تذكر المتابعين أنه اللوحة رسمها هو ويارا بفيديو سابق قبل تركه للفريق، وعلق الجمهور بأن إيمو لساته محتفظ بذكريات الفريق السابق واللي من بينهم هاللوحة. ما رأيكم بالموضوع؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. أما ريدر فأعلن بستوري على إنستغرام أنه تلقى رسالة على الخاص من الملحن العالمي المشهور سكوت ستورش، حيث شارك فرحته وافتخاره بنفسه مع متابعينه بهالستوريهات. هلا حبايبي شلونكم؟ أكيد كلكم تتساءلون شنو هاي المحادثة وتريدون تعرفون، وهسه أنا حوضح لكم شيء كلش مهم. الحمد لله انا افتخر بموهبتي وافتخر بالشيء اللي وصلت له وافتخر شلون تعبت على نفسي ووصلت لهاي المرحله بالراب وسويت ضجه وهواي شغلات كلش هوايه. راح تقولوا لي زين هذا المحادثه اللي نشرته شنو؟ حبايبي المحادثه اللي نشرتها هاي المحادثه بيني وبين احسن ملحن بالعالم، فانت تخيل احسن ملحن بالعالم يفوت لك ويقول لك اني راب مالتك عجبني وحاب اشتغل وياك. صراحه انا كعراقي كلش افتخر بهذا الشيء، يعني اكون انا رافع اسم بلدي بصراحه يعني. أما نارين بيوتي فشاركت وأخيراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان أرتاح قبل ساعات قليلة، واللي لاقت نجاح ورواج كتير كبير، حيث حقق الفيديو كليب أكثر من مليون مشاهدة لحد الآن. هذا غير صدمة الجمهور من النوع الموسيقي الجديد اللي اعتمدته نارين بالأغنية، فكانت الأغنية حزينة لأول مرة. هذا غير انبهارهم بالكلمات واللي كانت كتير حساسة وإلها معاني كبيرة. وركز المشاهدين أيضا بالفيديو كليب على لحظة كسر الجيتار وعبروا عن إعجابهم جدا بهذا المقطع. شو رأيكم بأغنية نارين بيوتي؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.